كنا فرحانين بالتأهل ديال المنتخب الوطني لكأس العالم بقطر 22. مناسبة أننا نهنيو المنتخب الوطني ونهنيو الشعب المغربي بهذه النتيجة هذه اللي احنا فرحانين لها، وكذلك عشنا أجواء رياضية في الملعب، حضور كثيف للجماهير المغربية، أخلاق عالية للاعبين وكذلك الجمهور المغربي. فهنيئا لنا بهذا التأهل، والفرص مازال جاية إن شاء الله الله باش يفرحوا الشعب المغربي في قادم المباراة إن شاء الله. كانت فرحة عارمة في صفوف جمعية المجتمع المدني اللي كانت حاضرة بقوة في دار الشباب بن سليمان، وكذلك حتى دار الشباب بوزنيقة حتى هي كانت كتشهد الحضور ديال المجتمع المدني. الحمد لله الفريق فرحنا وقطر كتسنانا إن شاء الله. شكرا للفريق الوطني على هذه الفرحة اللي كنا كنتسناوها بكل فارغ من الصبر، وشكرا للشباب وكل من شجع الفريق الوطني، شكرا لكم جميعا. السلام عليكم. أول حاجة الحمد لله على تأهل المونديال، اللي كل شيء كان خايف من هذا الماتش وخايف بزاف، بخصوص أن المغرب ما قدمش مردود كبير في كأس إفريقيا 2021. الحمد لله دزنا المونديال، ونتمنى إن شاء الله اللعابة يزيدوا يخدموا، وإن شاء الله باش يكونوا رجال، وإن شاء الله نديروا شي حاجة في المونديال، ما بقاوش غير ديما نخرجوا من الدور الأول وفرحانين، وإن شاء الله مازال الخير، وكنتمنى اللعابة يكونوا رجال في المونديال، والله يستر لينا ويستر الجميع. المغرب والله تفرحونا، غنمشيو قطر، غنتبعو مشي قطر ان شاء الله، وغيديو الكوب دي موند. شي حاجة كبيرة اليوم، بزاف فرحة كبيرة أننا اليوم تفرجنا في ماتش واعر اللي لعب فيه المغرب واحد روح رياضية قتالية، وكانت نتيجة ممتازة 4-1. هذا شي حاجة زوينة وكتعطي نفس كبير. كان ما تصورش القاعة كيفاش كانت، ما تصورش كيفاش الناس فرحوا، ما تصورش الجمهور السليماني كيفاش فرحنا في دار الشباب، وعبر على الفرح ديالو لهذا المنتخب اللي الحمد لله بهذا الشباب وبهذا الخطة اللي دار هذا المدرب وبهذا النجاح، أنه استطاع أنه يفرح الشعب المغربي ويفرح المغاربة كاملين أنهم غيتأهلوا لكأس العالم اللي غيتنظم في قطر. وكنتمنى حد موفق للمغرب، ودائما المغرب يكون دائما في أهب الاستعداد ديالو، يكون دائما بشرة خير على هذا الشعب الرائع، الشعب اللي كيستحق أنه يفرح. وتحية كشفية من هذا المنبر والجميع. فرحانين حيت ربح المنتخب الوطني كما كتشوفوا دابا المصوره. شكرا للمنتخب ديالنا حيت فرحتينا بزاف، شكرا بزاف. السلام عليكم. اول حاجه مبروك علينا، مبروك على جميع المغاربه اليوم، وشكرا لبونو والحارس كبير للفريق المنتخب الوطني. كنشكر جميع اللاعبين اللي ساهموا في هذا فرحانين بزاف بهذه النتيجة الإيجابية اللي حققها المنتخب المغربي اللي هي 4-1. نتيجة ماشي سهلة، واليوم احنا احنا اليوم فرحانين بتأهل المنتخب المغربي لكأس العالم في قطر في 2022، وكنتمناو دائما المغرب يكون في الصدارة يكون فائز. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.